السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الجزائري وترتيب الهدافين بعد مباراة اليوم بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، مباراة مؤجلة من الجولة 18 في الدوري الجزائري الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى. اليوم متابعين الكرام، شباب بلوزداد فاز على مولودية الجزائر 1-0 في الجولة 18. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الجزائري وترتيب الهدافين. أمس الثلاثاء 22/3/2022 هلال شلغوم العيد فاز على وفاق سطيف 1-0 في مباراة مؤجلة أيضا من جولة 18، لأن وفاق سطيف وشباب بلوزداد بيلعبوا في دوري أبطال أفريقيا. متابعين الكرام، متصدر الدوري الجزائري حاليا في المركز الأول شباب بلوزداد ب 45 نقطة، مولودية الجزائر المركز الثاني ب 40 نقطة من 22 مباراة. شباب بلوزداد له مباراتين مؤجلتين، برضه المركز الثالث ب 39 نقطة. شباب الثورة المركز الرابع ب 36 نقطة من 19 مباراة. اتحاد الجزائر المركز الخامس ب 36 نقطة. شباب القبائل المركز السادس ب 36 نقطة ولهم مباراة مؤجلة. شباب قسنطين المركز السابع ب 34 نقطة، وفاق سطيف المركز الثامن ب 34 نقطة، اتحاد بسكرة المركز التاسع ب 33 نقطة. وفاق سطيف لهم مباراتين مؤجلتين واتحاد بسكرة لهم مباراة. اولمبي الشلف المركز العاشر ب 30 نقطة، امل الاربعاء المركز ال11 ب 26 نقطة، نجم مقر المركز 12 ب 26 نقطة، هلال شلغوم العيد المركز 13 ب 23 نقطة، مولودية وهران المركز 14 ب 23 نقطة، نصر حسين داي المركز 15 ب 18 نقطة، أولمبي المدية المركز 16 ب 17 نقطة، سريع غلزان المركز 17 ب 16 نقطة، وداد تلمسان المركز 18 والأخير ب 10 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين المركز الأول سامي فريوي لاعب مولودية الجزائر ب 14 هدف، المركز الثاني بيمبو علي لاعب برضه ب 12 هدف، والمركز الثالث يسري بوزوك لاعب برضه ب 11 هدف، المركز الرابع هشام مختار لاعب اتحاد بسكر ب 10 اهداف، والمركز الخامس مارسيلين كوكوبو لاعب شباب قسنطينة ب 9 اهداف، المركز السادس بالعيد حميد لاعب شباب الثورة ب 8 اهداف ولهم هدفان، بس مش عارف الموقع كتب 8 ليه، يعني هو لا 10 كده. المركز السابع ابو سفيان بالغ لاعب سريع غلزان ب 7 اهداف، وايمن محيوس لاعب اتحاد الجزائر، وخير الدين مرزوقي لاعب شباب بلوزداد. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.